أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الكفاءة بالنسب لنص وأخونا إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فواتح سورة الحجرات. سورة الحجرات بداية المفصل، لأن هذا القرآن مقسم، هناك السبع الطول ثم المئين ثم المفصل. المفصل منهم من يبدأه من الحجرات، ومنهم من يبدأه من قاف. والمفصل ثلاثة أقسام، هناك طوال المفصل، مثلا نحن سنبدأها من الحجرات وتنتهي على هذا عند بالنازعات، وإلا فهناك من يبدأها بقاف وينتهي بعبسة. هذا من القرآن المدني. والقرآن المدني من سماته على أنه طويل الآي، خطابه يا أيها الذين آمنوا مضامينه تشريعية. وهذه السورة بالتحديد نزلت في ظرف هما المدينة، كان الأعراب يفيدون إلى المدينة، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلوا الإسلام، وهما الأعراب فيهم خشونة. إلا قلنا نحن بلغتنا الدارجة مهما تربين، أهل البدو يعودوا يوقفوا وراء الحجرات ويعيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، يعدلوا ياسر من الأعمال. ومنهم حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. الحاصل على أنها نزلت من بين أمور أخرى في التربية وتعليم قواعد الإتيكيت، إن جاز لي أن أقول. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سنضرب الذكر صفحا عن أسباب النزول، لأن سبب النزول عادة ما وراءها فائدة بالنسبة لنا، ما فيها حكم، ثم إن فيها خلاف كثير، ثم إن قال العبرة بعمومي اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا ثبتت، إذا جاء النص، إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام قولا، فكل من واجه هذا القول برأيه فإنه قد رفع عليه الصوت. لا تقدموا بين يدي الله. وطبعا أن من قدمه، من رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو عارض رأيه أو رده، فإنه يقدم بين يدي الله، لأن محمد عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ ويخبر عن الله جل في علاه. لذلك قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طبعا يقتضي المقام هنا نشير عابرين إلى أن هذه الآية لما نزلت خالق صحابي جليل قالوا ثابت بن قيس بن شماس، وكان شهوري الصوت من الناس اللي صيت، وقع من خطباء صحابة، كان خطيب للرسول صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه السورة توقف عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تلقى عين شاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كدئبه حنون يتفقد أصحابه، فسأل عن ثابت، قال له ثابت لا قافل عليه ويقول أنه أحبط عمله لأنه يرفع الصوت، رفع صوت الجهولي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشره فقال: لا، ليس من أهل النار، إنما هو من أهل الجنة. جاءت هذه البشرى. وثابت بن قيس بن شماس الصحابي كما قلت شريد معروف، ومن خصوصياته والشيء بالشيء يذكر على أنه أنفذت وصيته بعد موته، كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب. هو توفي، لا أقول توفي، هو مات شهيدا في حرب الردة، ورؤية في المنام بعد موته، ووصى
صحابيا آخر في المنام، فلما أخبر أبوك بالقضية أنفذ وصيته. فقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أنفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس وهو فضيل. الحاصل على أن رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه ويحبط العمل. للقائل أن يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم توفي 14 قرن، فنقول له: على رسلك، إن الراسخين في العلم يقولون إن كل من رد سنة صحيحة للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه أو قابلها برأيه أو قياسه فإنه قد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض علمائنا، أظنه الشيخ أحمد المرابط الحبيب الرحمن شيخي، يقول في هذا المعنى: رفع الآراء ونتائج الفكار على الذي أتى به خير البشر كرفع الأصوات عليه وهو يحبط الأعمال فيما يروى. الحاصل على أن كل هذا يا شباب خارج من الناس، إياك يعني يا شارة، خارج من الناس تقدم له السنة الصحيحة قطعية الدلالة قطعية الثبوت فيردها بقياس برأيه يسد ونير، هذا إذا ما يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعلى ذكر إحباط العمل أعاذنا الله وإياكم منه، بودي أن أشير هنا إلى أن خارج نحن للأسف الشديد، وهذا لا يسلم منه إلا من رحم ربك، في مرحلة معينة كانت الكتب هنا نادرة، الحاصل على أن خالق نظم يزقنا هون وعقلنا عليهم وزال متداول عن يقول خمس مسائل الذي تكلما بأمر دنياه فيها قد حرما تمام قبول الأعمال إلى تمام 25 من الأعوام. هذا النظم يقول على أن حد تكلم عند المقبرة والله عند الأموات والله عند أنه يحبط عمله 25 سنة، هذا يا إخواني لا أصل له، هذا لا أصل له، هذا جاء في روح المعاني للألوسي ونظمه بعض النظام ولا أصل له. الله سبحانه وتعالى أخبرنا جزما على أن من أشرك فقد حبط عمله، يقول جل في علاه: ولقد أوحي إليك وله طارئ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا نص. وجاءت نفس السنة الصحيحة، وهذا رفع الأصوات فوق النبي فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون محبطا للعمل ذاته. كذلك التألي على الله، لأنه قد جاءنا في الصحيح على أن رجلا قال لرجل، قالوا: والله لن يغفر الله لك. فقال الله جل في علاه: من هذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. لكم ولذاتي كركار أخرى لا يلتحدي عيس منها، لا يقفر أبواب التوبة وباب التوبة وقع ما هي عنده، لا يتألى على الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قلت لك قبيل يوقفوا، والحجرات على فكرة راه بعض الناس يشك عنها الغرف، الحجرات ما هي الغرف، الحجرات تنقال كيلا قلني برنك هيك التحويطة، هي الحجرات، الحجرات والحجرات أيضا بفتح الجيم قراءة متواترة عشرية، لكن الحجرات الآن إذا نظرت إلى الكعبة ترى هذا الذي الخارج من الكعبة مدور بحيط، قالوا الحجر، يعني أنه محفوظ بهذا المكان. الحاصل أن الحجرات ليست هي الغرف، وإنما دبريد اللي كيلا نقولوا برنج رواية ودراقبة ومحبطة. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ربما هذا موضوع آخر شديد الأهمية، ربما سنؤجله إلى الحلقة القادمة. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول ربنا جل في علاه: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي
فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. الكفاءة